أهلا بكم وأبراج هذا اليوم الاثنين الموافق العاشر من تشرين الأول أكتوبر 2022 في الخارطة الفلكية القمر في برج الحمل بدرجة 22. إذن بدأ يفقد تأثيره لصالح أصحاب برج الثور، وبالتالي لا يزال هناك تأثير لكن محدود وبسيط، وربما الأمور يعني تسير ضمن إيقاعها الطبيعي. وأيضا نتعرف على مولود الخارطة الرقمية اللي هو يحمل 168، رقم 1 جاي من 10، رقم 6 جاي من برج الميزان، رقم 8 بعد أن نجمع العامل الأرقام يعني جميعها تاريخ الميلاد. إذن هذا المولود يتمتع بحس عالي جدا، يتمتع بحالة ربما من الدبلوماسية الفطرية، يتمتع بقدرة على الابتكار والتصميم، وقد يكون مهندس بارع في مجال التصاميم ربما الملابس أو الموضة أو الديكورات. إذن خلينا نروح لتوقعات الأبراج لهذا اليوم. الحمل لا يزال لديك وقت، لا يزال لديك طاقة، لا يزال لديك رغبة في أن تجري الكثير من المبادرات. إذا وجدت عندك هذه يعني الميزة ما لك إلا أن تبادر، وأيضا تستمر بالتقدم باتجاه الحصول على المتغيرات اللي أنت تشعر بها الآن، أنت قريب منها. الثور هذا اليوم تبدو بحالة إيجابية، التفاؤل. الثور عادة من النوع الترابي، أي أنه متطرف، بالتالي لا يؤمن إلا بالواقع الملموس والأشياء اللي تتواجد أمامه، فهو قد لا يركن إلى الخيال، وبالتالي قد لا يشكل الخيال لديه شيء، فهذا اللي ربما قد يوعد بأشياء وربما قد لا يبدو هناك لديه رد فعل تجاه هذه الأمور. الجوزاء هذا اليوم تبدو بحالة متذبذبة متقلبة، ذات الإشارة الهوائية التي تتميز بالذكاء، بالسرعة، بالمبادرة، بالرغبة، بالتفاؤل، بالنشاط، بالقدرة على اكتساب الأشياء. إذن هذه الأمور عليك أن يعني تفعلها دائما وأن تضعها باستمرار أمام يعني عينيك. السرطان هذا اليوم تبدو حائرا ولست في حالة ربما من الثبات، ربما الخيال يأخذك إلى مساحات أوسع، وقد ربما تبدي مللا من الأوضاع اللي الآن تعيشها، وبالتالي هذا قد لا يغير شيء من الواقع بقدر ما حاول قدر المستطاع أن تأخذ وقت مستقطع لك. الأسد هذا اليوم تبدو بحالة أيضا جيدة، ويبدو واضحا أو تبدو واضحة إشارات الحزم والإدارة لديك هذا اليوم، والتنقل والانتقال ومجالسة الآخرين والحديث بأريحية عالية. العذراء هذا اليوم تبدو هناك حالة من التناقض في زيادة مصروفاتك المالية، بالمقابل هناك زيادة في إيراداتك المالية، وبالتالي قد تبدو الكفة متوازنة ومتعادلة. ما ننسى نذكرك إياك أن تذهب إلى تداخل جراحي إذا لم تكن مضطرا له. الميزان هذا اليوم في حالة ربما من الأريحية والتعامل مع الآخرين، مع الشريك، شريك العاطفي، وقت مميز لا نزال نقول لك في مجال الزواج، الارتباط، إصلاح علاقاتك العاطفية إن كانت في حالة ربما جفاف، أنا أعتقد أن الأمور أفضل بكثير الآن. العقرب وضع ليس بالمريح، تبدو أيضا في حالة من التذمر، في حالة من الضغط. للأسف هناك دائما برج يدفع ثمن الضغوط التكوينية، الآن برج العقرب هو اللي يدفع هذه الضغوط تحديدا. القوس وضع مميز وإيجابي وجيد، هناك فرصة للتغيير، هناك فرصة للتحكم بالأشياء ربما عن قرب عن بعد، نتيجة علاقاتك، نتيجة ربما أيضا انفتاح الآخرين باتجاهك خلال المرحلة السابقة. الجدي هذا اليوم تبدو في حالة إيجابية خصوصا عصر هذا اليوم، و يعني يديك يدب النشاط، يديك نوع من التفاؤل، لديك رغبة في ربما أن تتحين الفرصة للقيام بمبادرة. الدلو لست بوضع ربما يمنحك الكثير من المرونة، لكن المطلوب منك هذا اليوم اجتياز اختبار، مطلوب منك هذا اليوم ربما تفكر بالانتقال إلى سكن. نعم، من الفرص المميزة للانتقال إلى سكن، وهذه نقطة إيجابية لك. أخيرا أصحاب برج الحوت، الوضع جيد ومشجع ويبعث على الاطمئنان، يبعث على الأمل، على التفاؤل، مزيد ربما من العلاقات. عليك أن تقوم بنوع من التغيير وإن كان محدود وإن كان بسيط. إذن هي فرصة لكسب المال، فرصة ربما لادخار المال للبعض، ربما فرصة لتبادل ربما الآراء التجارية، والبعض ربما يحاول أن يقوم بمشروع تجاري مع آخرين، مع شركاء. فقط هذا الموضوع نقول لك تجنبه لهذه الفترة، أكيد الله أعلم بذلك. مشاهدين عودة للزملاء لكن بعد الفاصل.